أحسن في حاجة من اسكيب برودكشنز، انا صلاح يحيى رقم 45 من EGN. وزي ما انتم شايفين انا مش عارف اسجل الفيديو عشان الشعب اللي تحت قاعد بيب عليا. عامه زي ما انتم شايفين داني ما حلقتهاش لحد دلوقتي طبعا عشان GTA، وطبعا شكلي صاحي جدا كمان من كتر ما بلعبش GTA. فنخش بقى في الاخبار. اول حاجه عندنا السيستم سبيكس بتاعه الستيم كونسول او كونسول بتاع ستيم او الستيم بوكس، مش مهم اسمه ايه، المهم ان احنا عارفين الستيم بوكس هيكون جواه ايه. هيكون جواه اما 660 760 780 او جي تي اكس تايتن، وطبعا دي كروت شاشه خارقه. زي ما انتم عارفين ستيم عايزه تيجي تحط على النكست جينيريشن كونسولز، وبالمنظر ده لو النكست جين كونسول بتاع ستيم هيجي مع تايتن هيبقى جهاز خارق. بس الفكره ما تفكروش ان هو تايتن زي على بي سي، عشان هيكون الجي تي اكس تايتن ده استخدامه كله في اللعب فقط. على بي سي بيبقى عندك بقى حاجات شغاله في الباك جراوند وحاجات شغاله كتير، لكن على ستيم كونسول المفروض ان التايتن ده هيبقى مخصوص فقط للعب. والغريبه ان كلهم بيجوا باور سبلاي 450 واط، ولو حد بيفهم في بي سيز كويس عارف ان 450 واط دول مستحيل يشغلوا تايتن. فالمنظر ده اللي احنا شايفينه ان ستيم عايزين يعملوا زي هايبريد كونسول كده بكارت شاشه خارق، واللي هيحدد هل الكونسول ده هيكون فعلا يحط على النكست جينيريشن وهيبقى جهاز خارق ولا لا سعره. عشان زي ما انتم عارفين الجي تي اكس تايتن سعره غالي جدا، فلو نزلوا ستيم كونسول بسعر طبيعي شويه اغلى ممكن من النكست جينيريشن شويه ممكن ستيم تعملها. خش بقى في تاني خبر عن ستيم. زي ما انتم عارفين الستيم كنترولر كلنا قاعدين بنتكلم عنه والعالم كله بيتكلم عن الستيم كنترولر، واخيرا شفنا فيديو واحد بيستخدمه ولا لعبه ار بي جي ولا لعبه شوتر زي كاونتر سترايك طبعا. بس غريبه ان هو في كاونتر سترايك لو ركزتوا هتلاقوا ان هو بينشن بيجيب هيد شوتس بالظبط. اي حد فيكم لعب كاونتر سترايك على كونسولز عارف ازاي اللعبه صعبه جدا عشان مفيش ايم اسيست، ومستحيل انك تجيب هيد شوتس بالكنترولر بتاعك. ممكن ما يكونش مستحيل بس شبه مستحيل، لكن الراجل اللي كان بيلعب كاونتر سترايك كان بيلعبها ولا كانه قاعد بيتشمس وقاعد بيجيب هيد شوتس في التريننج بتاع كاونتر سترايك بدون اي مشاكل. انا عارف في ناس كتير جدا هتقول ازاي ده كنترولر تاتش ويتلعب بيه ازاي وشكله زي الزفت. الصراحه محدش فينا يقدر يجادج الكنترولر ده حلو ولا وحش. انا الصراحه شايف ان هو حلو بس برضه ما اقدرش جادج الا لما نمسكه في ايدينا ونجربه. كلنا اتعودنا على الكنترولرز بتاعت الاكس بوكس وبلاي ستيشن، وتعودنا ان يكون في انالوج ستيك نستخدمه. بس ممكن ستيم فعلا تنزل لنا حاجه انوفيشن جديده، فكره جديده، حاجه جديده عمرنا ما شفناها قبل كده وكلنا نتعود عليها، وبعد كده نكتشف ان هو فعلا اعظم كنترولر في التاريخ، او ممكن يطلع يكون فكره فاشله. فالف كمان شالت التريد مارك بتاع هاف لايف 3 من اوروبا عشان يقولوا لنا لا هاف لايف 3 مش كونفيرمد، بس هي كونفيرمد. هم بيغتتوا خلاص وشالوا التريد مارك بتاعهم من يوروب. زي ما انتم عارفين حصل مشاكل كبيره جدا في جي تي اي اون لاين اول ما ابتدت، في ناس كتير جدا ما عرفتش تلعب اللعبه. انا الحمد لله كنت من الناس اللي عرفوا يلعبوا اللعبه ولعبت اللعبه كتير ولحد دلوقتي بلعب اللعبه. بس المشكله ان في ناس خسرت كاركترز، في ناس خسرت عربيات، في ناس فلوس اختفت، وفي ناس بيوتها اختفت وحاجات غريبه حصلت. انا شخصيا خسرت عربيه كنت جايب كوميت ب 100,000 وصرف عليها بتاع 150,000 في المودز وراحت عليا. صراحه ما خسرتش كتير عشان انا مش ببوست خالص. فروكستار عشان يتاسفوا على اللي حصل ده هيدونا كلنا 500,000 دولار، او كل الناس اللي لعبت اول ما اللعبه نزلت او الناس اللي الكاركترز بتاعتها ضاعت هيدونا كلنا 500,000 دولار جوه اللعبه. بس المفروض ان هو هينزلوا 250 و250 عشان ما يبوظوش الايكونومي بتاع اللعبه. بس روكستار مش عارفه ان الشعب كله بيبوست ومفيش حاجه اسمها ايكونومي، ف باتشوا والنبي الحاجات دي. رومر بتقول عن طريق يورو جيمر ان جي تي اي في هتنزل في اول 2014 على البي سي، بس دي برضه لسه رومر. وكمان السي او بتاع انتل بيقول ان اللعبه مش هتكون اكسكلوسيف لكونسولز لفتره طويله، وانا الصراحه نفسي موت الواد الموتوسيكل اللي بره ده. نخش بقى في اخبار ثانيه ليها علاقه بسوني. الكنترول بتاع بلاي ستيشن 4 هيشتغل على البي سي على طول، بس التاتش باد مش هتشتغل. وانا الصراحه مش عايز استخدم التاتش باد يعني على البي سي، وبرضه عمو عن ما بيزهقش. البروديوسر بتاع تكن بيقول ان البلاي ستيشن 5 مش هيكون كونسول، هو هيكون عباره عن ستريمينج ديفايس. انا مش فاهم هو بيقول ايه، كلنا هنلعب على كونسول مش موجود على النت على سيرفر وبيتكلم يعني على بلاي ستيشن 5 اذا كان بلاي ستيشن 4 لسه ما نزلش. هو الراجل ده عايز فين؟ سوني عملت عن فيرتشوال رياليتي هيدسيت جديده. اللي مش عارف يعني ايه فيرتشوال رياليتي، اللي هي النظارات اللي بيلبسوها ويخشوا جوه اللعب دي، اللي هي بقى لها كونسبت مليون سنه ومفيش غير اوكيوليس ريفت اللي نزلت. فسوني كمان شغاله على واحده، والناس بتعمل بري اوردرز دلوقتي عليها وسعرها 1000 دولار. فاللي معاه 1000 دولار وعايز يجيب يجيب. مجله الجيم انفورمر نزلوا ديتيلز عن دي اوردر 1886، وكمان في زي ديفلوبر دايري صغير كده. اللي عايز يعرف ديتيلز اكتر عن اللعبه تلاقي اللينك تحت في الديسكربشن. وعامه الفيديو ما فيهوش كلام كتير وفي كام ثانيه جيم بلاي وشكلهم لسه بيعملوا في اللعبه
ربنا يوفقهم. نخش بقى في اهم شركه في الكواكب كلها، اكتيفيجن. نزلت لنا تريلر جديد عن كول اوف ديوتي جوستس او كول اوف ديوتي 500 اللي هي تريلر اسمه سكوادز ولا حاجه زي كده. المهم انهم قاعدين بيتكلموا عن كوب مود جديد، زي كل جيم كول اوف ديوتي لازم يكون في جيم كوب مود، ففي كوب مود جديد. بس الخبر اللي حلو الصراحه المره دي لاول مره في التاريخ خبر حلو لاكتيفيجن، ان كول اوف ديوتي جوستس على النكست جينيريشن وعلى كل الجينيريشنز وعلى كل الكونسولز الموجوده هتكون ديديكيتد سيرفرز. الف مبروك لينا كلنا، اخيرا هنلعب بدون لاج او بلاج. بس المهم ان هي ديديكيتد سيرفرز، يعني اللي مش عارف هتكون زي باتل فيلد 3 كده مثلا على الكونسولز، عشان ما جربش ديديكيتد سيرفرز قبل كده على الكونسولز. فالف مبروك لينا. باي شارك انفينيت بيريال ات سي نزل لها حاجات كتير تنين، واللي عايز يتفرج على اول خمس دقايق من اللعبه هتلاقي لينك في الديسكربشن تحت وهتشوفوا حته منه في التلفزيون. فاللي عايز يحرق نفسه اللعبه اول خمس دقايق من الدي ال سي بتاع اللعبه اتفضل، انا شخصيا مش هتفرج عليها. يوبي سوفت نزلت السيستم سبيكس بتاعت واتش دوجز، والسيستم سبيكس بتاعتها على الترا الصراحه تتعب نفسيا. يعني هم عايزين 8 كور سي بي يو عشان واحد شغالها على الترا. انا مش فاهم مين في العالم هيشتري 8 كور سي بي يو عشان الجيمنج. مفيش لعبه في العالم بتحتاج 8 كور سي بي يو عشان الجيمنج، بس هم عايزين 8 كور سي بي يو. شكلهم كده بيرزعوا اي حاجه في اي حته، واللعبه اصلا مش مظبوطه على الدرايفرز. مش هم بيقولوا ايه يعني؟ انا ما بستخدمش 8 كور سي بي يو في الفيديو اديتنج، مفيش حد ليه؟ وعلى عكس كل ده اساسن سكريد 4 السيستم سبيكس بتاعتها ممكن اي ميد رينج بي سي شغالها على الترا. فانا مش فاهم يوبي سوفت تعبانين في مخهم ليه. كراتيك نزلوا صور جديده من هوم فرونت 2، المفروض ان هم شغالين على اللعبه من قبل ما تي اتش كيو تفلس، فالحمد لله هنشوف هوم فرونت 2. انا الصراحه ما عجبتنيش هوم فرونت 1 قوي، بس ان شاء الله يزودوا ويشدوا حيلهم وهوم فرونت 2 تاخد هايب كويس واللعبه تبقى ظريفه. ثيف نزل لها جيم بلاي تريلر جديد، الصراحه انا لحد دلوقتي مش قادر اوصل لاي كونكلوجن، مش هقدر اعرف هل اللعبه دي شكلها حلو ولا لا الا لما العبها، عشان كنا شفنا جيم بلايز قبل كده واللعبه كان شكلها مش لطيف، مش عارف هل اتطوروا اكتر. الجيم بلاي تريلر ده طبعا جايب حتت فشيخه وحتت جامده تنين في الوسط، فالواحد ما يقدرش يقول هل الجيم بلاي شكله حلو ولا لا الا لما اللعبه تنزل. قول لي ايه رايكم في الكومنتس، روحوا شوفوا الفيديو بتاع ثيف، قولوا لي هل ثيف شكلها حلو ولا هل شكلها كده ان اصلا ديسونرد حطت على السيريز بتاعت ثيف كلها وهم عايزين يعملوا ريبوت والريبوت مش نافع. فلما اللعبه تنزل انا بنشوف. ده شكله ان التيم بتاع باد كومباني 2 لسه شغال، بس هو مش هيشتغل على باد كومباني جديده الا لما يخلص ميرز ايدج وستار وورز باتل فرونت، يعني لسه قدامهم شهر، عشان زي ما انتم عارفين ايه بتخلص اللعبه بتاعتها كلها في شهر. فان شاء الله يشتغلوا على باد كومباني 3 في خلال شهر وهنشوف باد كومباني 3، عشان زهقت من باتل فيلد 3 و4 تزعلوش مني. ايديوس مونتريال اعلنوا ان ديوس اكس هتنزل النكست جينيريشن كونسولز، ديوس اكس جديده اسمها ديوس اكس يونيفرس. انا مش فاهم هينزلوها ليه للنكست جين كونسولز، هم شكلهم كده زعلانين ان اول ديوس اكس كانت لعبه فاشله، او في رايي كانت لعبه فاشله وفي راي ناس كتير جدا كانت لعبه فاشله، فهم عايزين يبيعوها تاني باي طريقه عشان يملكوها بالعافيه. ففي ديوس اكس جديده اسمها ديوس اكس يونيفرس على النكست جينيريشن كونسولز، فاللي جاي بي اس 4 عايز يضيع فلوسه في اللعبه متخلفه عقليا دي اتفضل. بس كده يعني، انت يكون عجبكم الفيديو، عجبكم الفيديو تعملوا لايك شير وسبسكرايب، يكون عجبكم صوت العربيات اللي بتزمر بره والكلاب والناس المجانين وكمان الموتوسيكلات الهارليز الجميله، عشان في واحد عنده هارلي بيحبني قوي. فيا تكون عجبكم كل الناس دي وكل الاصوات دي، واشوفكم الفيديو الجديد. سلام.